بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الشيخ صالح، المسلمون وهم يتهيئون ويستعدون لاستقبال ركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو فريضة الحج. التفقه في هذه المناسك وأداؤها على الوجه الأكمل حتى لا يخل المسلم بهذا الركن، ماذا يجب على المسلم تجاه هذا الركن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الأيام المباركة أشهر الحج نستقبل ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. يتهيأ المسلمون في هذه الأيام لأداء هذا الركن، فعلى كل من يريد أداء هذا الركن أن يستعد له بما يتطلبه، أولا من التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح النية والقصد، وثانيا إذا كان يأتي من مسافة بعيدة فلا بد أن يكون معه ما يبلغه ذهابا وإيابا وما يغنيه عن الناس من النفقة، لأن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد والراحلة، الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا ويكون عند أسرته ما يكفيهم، والمركوب الذي يبلغه ويرده إلى أهله، والصحبة الطيبة التي يصحبها. مع التوبة إلى الله عز وجل واستقبال هذا الركن العظيم بتوبة صادقة عما حصل في الزمان الماضي، ليكون هذا الحج مطهرا له، وهذا الحج يكون هو الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبر في الحج أن يؤديه على المطلوب المشروع مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: خذوا عني مناسككم، ومخلصا النية لله والقصد. قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فقوله أتموا معناه أدوا المناسك الشرعية في الحج والعمرة كما أمر الله جل وعلا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لله يعني مخلصين لله النية والقصد، فلا يكون هناك رياء ولا سمعة ولا يدخل فيه شيء من الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك يحبط العمل. ولا نقول إن هذا في وقت الحج فقط، بل يكون هذا في كل حياته
حتى يلقى ربه عز وجل مخلصا له الدين، مقتديا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحج المبرور الذي يكفر الله به الذنوب والخطايا، ويرجع منه كيوم ولدته أمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع مغفورا له بريئا من الذنوب كبراءة المولود حينما يولد بريئا. فالحج كأنه ولادة جديدة للإنسان، فيستعد له ويحتسب الأجر على الله جل وعلا، ويصبر ويخلص النية والعمل لله عز وجل حتى يحوز على ثواب الحج المبرور ولا يكون حجه تعبا عليه، وكذلك يكون الزاد من كسب طيب، فإن الله جل وعلا قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كان أناس يحجون وليس معهم نفقة ويقولون: نحن المتوكلون. الله جل وعلا قال: وتزودوا، خذوا معكم زادا لسفركم يغنيكم عن الناس. وتنبهوا إلى زاد أعظم، وهو زاد التقوى للآخرة. فهذا الحج جعله الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة على المسلمين، يستجيبون لدعوة ربهم على لسان خليله إبراهيم حينما قال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا هو الحج الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى من صاحبه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لصالح القول والعمل، آمين، في الحج وفي غيره، آمين. نعم، أحسن الله إليكم على هذا الاستهلال المبارك في الاستعداد لرحلة الحج. نبدأ باستقبال اتصالات الأخوة. أنا لا أسمعك يا شيخ عبد الكريم. طيب، معنا اتصال من الأخ محمد من الرياض، تفضل محمد. السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم. أنا لا أسمعك. طيب طيب، الأخوان في الاتصالات لعلهم يوصلون الصوت للشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. حياك الله. أنا ودي أسأل الشيخ. طيب، طلعنا أنا والوالدة عمرة طيران عن طريق جدة. طيب، وكانت الوالدة طالعة ولابس الجورب أكرمكم الله اللي هو شراب. نعم. ووصلنا جدة وعدنا الوضوء في المطار، ومن المطار اتجهنا إلى الحرم. نعم. وعندما وصلنا الحرم سمعت الوالدة يعني من بعض الناس نصائح لابد خلع الجورب اللي هو الشراب. نعم. حتى تتم العمرة. نعم. فأدت العمرة وهي طبعا منزوعة الجورب، فهل عمرتها تامة أم فيها شيء؟ طيب، معنا الشيخ صالح. الشيخ صالح لا أسمعك. إيه. طيب، لعل الإخوان مرة ثانية يعيدون الاتصال بيني وبين الشيخ صالح مرة ثانية. طيب، في سؤالك الثاني يا أخي محمد أيضا. السؤال الثاني، طال عمرك أيضا. نعم. تمشيط الشعر للمحرمة، تمشيط الشعر في أحد فنادق مكة، هل فيها شيء للمحرمة؟ أي نعم. طيب، بقي شيء. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيك. ما زلنا مع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والذي يجيب على أسئلة الإخوة والأخوات. الشيخ صالح حفظكم الله مرة ثانية الإخوان. الشخص طيب، أيضا نأخذ الاتصال الثاني من الأخ أبو عبد الله. توصلون بالأخ أبو عبد الله مرة ثانية، تفضل أبو عبد الله.
أبو عبد الله؟ أبو عبد الله معنا؟ طيب تفضل أبو عبد الله. نعم. طيب نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج الفاكس، التليفون الذي سيظهر على الشاشة قريبا، وأيضا نذكرهم بأن هذه الحلقة مخصصة لاستقبال أسئلتهم واستفساراتهم عن ركن عظيم من أركان الحج، وأيضا هناك بعض الأسئلة التي وردتنا سوف نقوم بعرضها على فضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان، منها هل الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نوم الليل تقال أيضا في نوم النهار؟ وأيضا من الأسئلة التي وردت لفضيلته يتحدث فيها السائل أبو عبد الله عن المناسك، أفضلها الإفراد والتمتع والقران. نعم، مرة ثانية فضيلة الشيخ أبو عبد الله، قبل قليل سألنا الشيخ صالح عن أن والدته أحرمت عن طريق جدة وعليها جوارب، وعندما وصلت إلى الحرم سمعت بعض الناس ينكرون عليها لبس الجوارب، فما صحة ذلك؟ مأجورين. المرأة لا حرج عليها في لبس الجوارب على الرجلين، أما على اليدين فلا يجوز، القفازان على اليدين لا تلبسهما المحرمة، وأما الجوارب فلا على الرجلين فلا مانع منها، بل هي أحسن لتسترها. نعم. تمشيط الشعر بالنسبة للمحرمة يا شيخ صالح؟ لا بأس بذلك، لكن لا تستعمل الطيب، وإنما تستعمل الماء والمنظف برفق لئلا يتساقط شيء من الشعر وهي محرمة. نعم. طيب ناخذ اتصال ابو عبد الله من الرياض معنا. ابو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل. الله يسلمك، ممكن اكلم الشيخ فضيله الشيخ صالح؟ تفضل. الله يسلمك. السلام عليكم فضيله الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالك. انا احبك في الله يا شيخ. وعليكم السلام. انا احبك في الله يا شيخ. حياكم الله. طيب الله يستر عليك يا شيخ. الشيخ عندي سؤال يا شيخ. تفضل. إذا حكم الحاكم في قضية. نعم. يا شيخ، وفق المفتي في مسألة وهما من أهل الاجتهاد يا شيخ، هل يجوز نقضه يا شيخ؟ يا أخي، نقض الأحكام هذا عند وزارة العدل، عند المسؤولين عن القضاء. نعم. طيب شكرا. طيب. لك يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا الأخ أبو علي يقول أرجو من فضيلة الشيخ صالح الفوزان أيضا، ونحن نتحدث عن هذا الموسم العظيم موسم الحج، أن يقدم نصيحة للقائمين على حملات الحج وعدم إخلالهم بالشروط مع الحجاج. نعم، أصحاب الحملات عليهم واجب عظيم في أن يرفقوا بالحجاج وأن لا يرهقوهم بكثرة النفقة، بل يتوسطون في ذلك، وخير الأمور أوسطها، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، يمكنونهم من المبيت في منى من المبيت في منى في اليوم الثامن، ومن الوقوف في عرفة في اليوم التاسع، ومن المبيت في مزدلفة ليلة مزدلفة، ومن المبيت في منى أيام التشريق، ويمكنوهم من كل نسك من مناسك الحج، ولا يشق عليهم أو يبعدوهم عن منى وينزلوهم في مكة أو في العزيزية وهم يقدرون على إسكانهم في منى أو بطرف منى أو مجاورين لمنى في مزدلفة أو حوالي منى، يحرصون على ذلك. أنا سمعت أن منهم من يجعل سعرين، سعر لمن
ينزل في منى وسعر لمن ينزل في العزيزية ويخيرونهم أو في مزدلفة، وهذا خلل عظيم، ولا يجوز الاتجار بالحج بهذه الصفة، بل عليهم أن يحرصوا، هذا في ذمتهم، أن يمكنوهم من النزول في منى مهما أمكن ذلك، أن يأخذوا ويحجزوا أماكن بقدرهم ويسكنوهم فيها، هذا هو الواجب عليهم. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الأخ محمد من الرياض. تفضل. من جدة، تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفع صوتك يا محمد. السلام. تفضل. يا فضيلة الشيخ، أنا عمرك، أنا مقيم في مدينة الطائف. نعم. نعم. وأسافر إلى جدة في إجازة نهاية الأسبوع. هل يجوز لي قصر الصلاة الرباعية خلال إقامتي في جدة ليومين أو 3 أيام؟ جزاكم الله خير. شكرا. هل جدة هي وطنك؟ نعم. هو مقيم في مدينة الطائف يا شيخ. هو من أهل الطائف؟ نعم، الله يحفظك. نعم. نعم، من أهل الطائف. ويذهب إلى جدة يقيم، ويقيم فيها كم في جدة؟ يقول في نهاية الأسبوع يومين. يومين فقط؟ نعم يا شيخ. نعم. نعم، الله يحفظك. إيه، يجوز له القصر، يجوز له القصر وهو مقيم في جدة، ولا يجمع، لأن الجمع حالة السير، أما حالة النزول يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز له القصر إذا صلى وحده أو مع مسافرين مثله، ولكن لا يترك صلاة الجماعة ويترك إجابة النداء وهو قريب من المسجد، بل يصلي مع المسلمين ويتم الصلاة، وهذا أكمل له أجرا. نعم، أحسن الله إليكم. وإذا كان يا فضيلة الشيخ يرجع إلى الطائف موطنه الأصلي، يتردد مثلا على جدة؟ نعم، هو مسافر ولو تردد. أيوة، بل هو أولى بالرخصة من الذي لا يسافر إلا نادرا، الذي دائما في سفر هذا أولى بالرخصة لدفع المشقة عنه. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال أبو عبد الرحمن. تفضل أخي أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. بالنسبة للمرأة إذا وضعت مناكير في ظافرها ولم تجد شيئا تزيله به ودخل عليها وقت الصلاة، هل تمسح عليهما أم تتيمم؟ لا تمسح ولا تتيمم، لابد من إزالة الحائل الذي على أظفارها تزيله، وأنواع المزيلات كثيرة وموجودة. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نوم الليل تقال أيضا في نوم النهار؟ لا، إنما وردت في نوم الليل، ولكن يذكر الله في النهار ولا يفتر من ذكر الله في الليل والنهار إذا تيسر له ذلك. وأما الورد فهو إنما يكون في الصباح وفي المساء وعند النوم، في الصباح وفي المساء وعند النوم. نعم، نأخذ اتصال الأخ أبو فارس من جازان. تفضل أبو فارس. مساء الخير يا الشيخ. ألو، السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام. طيب عمر، الله يكرمك، مع الشيخ؟ نعم نعم. أنا عندي زوجتي. تفضل. بنت عمتي وساكن جنب خالها اللي هو أخو أمها. معايا؟ طيب. وعندها أولاد صغار. يقول لها يعني يا خالة الآن كبر أولادها. اللي معي أختي، يقول لها يا خالة. نعم. الآن ساكن جنب أختي. طيب. وأولادها يقول يا خالة لا، وهي الحين أولادها كبروا. يجوز أنك تشوفون عليها؟ طيب. هي أخت أمهم؟ نعم يا شيخ. أنا عند أختي، ساكن عند أختي. ما هي أخت أمهم؟ لا، مي أخت أمهم. لا أقول هي أخت أمهم ولا لا؟
لا هي زوجتي. ما هي بأخت أمهم، ليست خالة لهم. طيب. طيب أقول ما هي خالة لهم الله يهديك. وهي صاروا هم صاروا هي عندهم. طيب. أجاب الشيخ عن هذا، شكرا لك. إذا بلغوا لا تكشف لهم. نعم، ليسوا محرما لها. فضيلة الشيخ، شخص يقول دعوت آخر لحضور حفل زواج ابني لكنه لم يحضر، ثم بعد مدة دعاني هو لحضور حفل زواج ابنه، فهل يحل لي عدم الحضور أو يجب علي الإجابة؟ لا تجب عليك الإجابة ولو كان ما حضر، هو يكون مسؤولا عن فعله وأن تسأل عن فعلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعاك فأجبه، من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، وقال في وليمة العرس شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع منها الفقراء، يدعى إليها الأغنياء، ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. إلا إذا كان في الوليمة أو في الحفل منكرات ولا يقدر على إزالتها فله أن يتأخر، لا يجوز له أن يحضر في منكرات وهو لا يقدر على إنكارها. أما إذا كانت خالية من المنكرات فإنها تجب إجابة الداعي إليها مع الإمكان. نعم. ما زلنا معكم ومع أسئلتكم أيها الإخوة والأخوات، أرجو من الإخوة أن يختصروا الأسئلة أيضا وأن تكون الصوت واضح. وهذا أبو مالك معنا من حائل، تفضل على الخط. السلام عليكم. أمسي على الشيخ صالح. وعليكم السلام صالح، وأقول عندي سؤال يا شيخ. تفضل. بالنسبة يعني إذا كنت يعني أنا مسافر يعني نعم. برجع يعني بعد أسبوع، يعني هذا مزدر معي السفر، بالحالة هذا أقصر وجمع يعني ولا يعني؟ بس لا، المشكلة عندي يعني الجمع وقصر، يعني إذا كنت يعني وصلت المدينة اللي يعني مكان العمل اللي أنا فيه. طيب. ثم أرجع يعني القصر والجمع يحق لي ولا ما يحق لي يعني؟ طيب شكرا. أن تقيم في مكان العمل كم يوم؟ أقيم أسبوع وأرجع لمدينتي يعني. نعم. الحائل، وأبقى فيها الخميس والجمعة ثم أعود للعمل، يعني بحكم العمل إذا جيت يعني البلد العمل أقصر وأجمع يعني ولا يحق لي قصر وجمع ولا ما أدري؟ أنا عاد مختلف في هذه. طيب. كم تقيم في محل العمل يا أخي؟ هلا؟ يجلس أسبوع يا شيخ. لا، ما يجوز له يقصر ولا يجمع، ينقطع عنه السفر فيتم الصلاة ولا يجمع. طيب أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول الأخ، أخرجت زكاة الفطر هذا العام ولله الحمد، لكنني جعلت نصف صاع رز والنصف الآخر بر، فهل يصح هذا العمل؟ لا بأس بذلك، كل من البر والأرز كله طعام والحمد لله، لا بأس. نعم. طيب، يقول الشيخ السائل بعض الناس يضع الكتب المدرسية المفيدة بعد الاستغناء عنها يضعها في المسجد من أجل الاستفادة منها، ماذا أعمل وأنا إمام مسجد؟ نعم، تنقل إلى مكتبة من المكتبات العامة للمطالعة، أو تذهب بها إلى إدارة المدرسة. نعم. تفضل يا أخي فهد من المزاحمية، وأرجو أن يكون السؤال مختصرا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، جزاكم الله بالخير. كيف حالك؟ وعليكم السلام. الله يحييك، تفضل. أسلم على الشيخ صالح. حياكم الله. حبيت أسأل أن أرفع صوتك. ألو. نعم نسمعك. أنا طال عمرك حج. نعم. العمتي وأنا لا ما يعني ما هي متوفية من قبل ما نعم وحجيت لها طال عمرك وأنا علي دين، هل يجوز؟ حجيت لها وفرغت من الحج؟ نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. الحمد لله، إن شاء الله يرجى القبول إن شاء الله. طيب الشيخ صالح، بالنسبة لأولئك الذين عليهم ديون دائما يترددون، هل يحجون أو لا يحجون؟ الذي عليه دين إن كان عنده مال يتسع لسداد الدين ولنفقة الحج يحج،
أما إذا كان المال قليلا لا يكفي إلا للدين فإنه يبدأ بالدين ولا يحج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. آخر يسأل يقول بالنسبة للمقيم في الرياض، فأي الأنساك يختار لحج هذا العام وهو عامل وراتبه محدود؟ الأفضل أن يختار التمتع، يأخذ عمره قبل الحج ثم يحج في سنته، هذا هو الأفضل، نسك التمتع. وإذا كان لا يقدر على الفدية يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. طيب، اتصال من أبو خالد من جدة، أرجو أن يكون الاتصال واضح ومختصر. تفضل تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير. السلام ورحمة الله، حياك الله. لو سمحت أبغى أسأل عن المرأة إذا كانت الشعر حقها مكشف، الملائكة تدخل البيت ولا ما تدخل؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، طال عمرك. أعد السؤال الأول. موية الزعفران هذا. أبو خالد أعد السؤال الأول. أعد السؤال الأول. السؤال الأول، المرأة إذا كان شعرها مكشف، شعرها مكشوف. نعم. نعم. مكشوف. نعم. هل تخش الملائكة البيت ولا ما تخش؟ إذا كانت في الحداد يا شيخ. إيه نعم، الملائكة إذا لم يكن في البيت كلب ولا صورة تدخل البيت، وأما أنها تكشف شعرها وهي محدة لا بأس، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها تغطيه، إذا كان عندها رجال ليسوا محارم تغطيه، أما إذا كانت وحدها أو مع نساء أو مع محارمها تكشفه. طيب السؤال الثاني أبو خالد. لا، إذا كان عند أهلها، عند زوجها وأولادها. طيب أجبناك. طيب نعم. السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني، موية الزعفران طال عمرك. لا لا تصلح للمحدة ولا ما نقبل المحدة. طيب شكرا، تفضل. أقول ما تناسب المحدة لأن الزعفران طيب لا تستعمله وهي محدة. طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت، يقول السائل: لي أخ وهو أكبر إخوتي ويريد منا أن نعامله كما نعامل أبي في الاحترام والتقدير، وهو لا يقوم بمبادلتنا بهذا الاحترام، ما رأي الشيخ في ذلك؟ أحسنوا إليه، وإن كان هو يسيء إليكم فأنتم أحسنوا إليه، لأنه أخوكم وأكبركم، فله يعني من الحق حق الكبر والتوقير، وله حق القرابة، فأحسنوا إليه، أدوا الذي له عليكم، وأما أنه يسيء إليكم فاسمحوا عنه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: بعض الناس يردد بأن الوقوف بعرفة إذا صادف يوم جمعة فإن ذلك يعادل حجتين، هل هذا صحيح؟ ما ورد هذا، هو إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة هذا أفضل، وهو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف يوم عرفة أفضل إذا وافق يوم عرفة، وأما أنه عن حجتين أو أكثر فهذا ما ورد. نعم. سائل آخر الشيخ صالح يقول: عرف عن بعض السلف استحباب النظر في المصحف والقراءة منه، حيث أنه أدعى للتفكر والتدبر، هل مثل ذلك النظر في آيات القرآن عبر جهاز الجوال والقراءة منه أو المصحف خصوصا؟ أولا هذا يختلف باختلاف الناس، فمن كانت القراءة في المصحف أسهل عليه يقرأ في المصحف، وإن كانت القراءة عن ظهر قلب أسهل عليها يقرأ عن ظهر قلب، هذا يختلف باختلاف الناس. وأما النظر في كتابة القرآن سواء في المصحف أو في اللوح أو في الجهاز لا بأس، كله سواء. نعم. فضيلة الشيخ، الأخ أبو محمد يقول: زوج أبي أختي من شاب
ولم تحج معنا هي، وسألت الوالد فقال بأن زوجها هو المكلف الآن بحجها ما دام أنها تزوجت. لا، ما يكلف الزوج ولا غيره بحجها، إنما تكلف هي إذا استطاعت، يجب عليها الحج إذا استطاعت بدنيا وماليا، وجب عليها الحج مع محرمها. نعم، تفضل يا أخ حسن من الباحة، تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك يا حسن شوي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يحفظك، أنا أنوي الحج ولكني لا أستطيع أن أدفع للشركات الشركات الحج الداخل هذا، وعندي مجموعة من العيال أبغى أحج بهم، والآن طلبوا مني الحملة هذه حوالي 24,000، وأنا لا أستطيع أدفع هذا المبلغ كامل، وإنما استطاعتي في حدود المعقول، يعني بيكلفني الحج أنا وأسرتي حوالي 3,000-4,000 ريال، فهل يمكن أني أحج وأفدي بدون ما أشترك في حملة؟ إذا أمكنك أن تحج مع بدون حملة فافعل هذا لا بأس، ولكن الحملة ربما تكون أسهل، وأيضا يخدمونك في منازل الحج وفي يعني أعمال الحج. لا هو لازم تحج بجميع أولادك. طيب، لأن هذه فرصة أنا موجودة الآن وأبغى أحجبهم عندي في سيارتي وأوديهم وأجيبهم. إذا سمحوا لك بهذا فلا بأس. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله. بالنسبة للحاج إذا وكل يوم الثاني عشر وذهب إلى الرياض، وكل أحد الزملاء برمي الجمرات عنه ورجع إلى الرياض، ماذا يلزمه؟ ما أكمل الحج وعليه طواف الوداع يلزمه أن يبقى ويكمل الحج، ثم يتعجل في يومين، اليوم الثاني عشر بعد الزوال إذا رمى الجمرات وخرج من منى قبل غروب الشمس، هذا متعجل، لا بد أن يطوف بالبيت طواف الوداع ثم يسافر إلى الرياض، ولا يتلاعب في حجه إذا بقي آخره تلاعب به ووكل عليه، لا، هذا ليس عذرا له. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا نأخذ اتصال الأخ خالد، تفضل يا خالد من القصيم. ألو، السلام عليكم يا أخي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. عليكم السلام. والله أني أحبك بالله. حياك الله. تفضل سؤالك يا خالد. سؤالي يا الله. جزاكم الله خيرا. ما حكم تقويم الأسنان يا أخي؟ طيب شكرا. إذا كانت الأسنان فيها خلل لا بأس من إصلاحها وإزالة الخلل، لأن هذا من العلاج. أما إذا كانت الأسنان سوية وليس فيها خلل فلا يجوز العبث بها. نعم. شيخ صالح حفظكم الله، يعني امتدادا للسؤال السابق عن أولئك الذين يؤدون فريضة الحج ويخلون ببعض الأركان، ومثلا تأتينا أسئلة بأنه يوم الحادي عشر وكل وبقي عليه رمي جمرات ثم يرجع دون أن يكمل هذه الفريضة العظيمة في حياته. لا، بعضهم يذهب يوم العيد. صحيح، يوم العيد إذا يقول الحج عرفة هو يذهب يوم العيد، هذا من التلاعب، من تلاعب الشيطان، هو جاء وتكلف وأنفق النفقات، فكيف يتلاعب في حجه ولا يكمله؟ الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، فلا بد أن يتم مناسك الحج الذي شرع وأحرم فيه، فمن فرض فيهن الحج يعني ألزم نفسه بالإحرام بالحج أو العمرة يلزمه إتمام ما أحرم به، ولا يتلاعب بحجه، ولا يكفي أنه يوكل على الباقي، هو باق في ذمته، بقية أركان الحج وواجبات الحج باقية في ذمته، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكمل الحج، وإلا لا يحج هذه السنة،
يصبر إلى أن يأتي وقت مناسب. نعم، أحسن الله إليكم. أبو فارس من أبها معنا على الخط، سؤالك مختصرا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طال عمرك أبو أسأل الشيخ، أنا نذرت أني أحج عن إنسان متوفي والآن لي 5 سنة ما استطعت أحج، هل ممكن أوكل عنه شخص يحج عنه؟ يعني أدفع مبلغ الشخص ويحج عنه؟ أنت نذرت هذا؟ أنت نذرت هذا؟ نعم نذرت أني أحج، جيت عليه وتوفى ونذرت أني أحج عن حجة الإسلام لأنه ما حج، فالآن لي 5 سنة ما يلزمك الوفاء بالنذر، ممكن أدفع الشخص ما مبلغ يحج عنه؟ طيب اسمع الإجابة تفضل. أقول يلزمك أن تحج عنه وفاء بالنذر. طيب. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وإذا ما تستطيع في الوقت الحاضر فإنك تنتظر إلى أن تستطيع وتحج عنه بنفسك، لأنك نذرت أن تحج عنه بنفسك، فيلزمك الوفاء، وإذا كان ما تستطيع الوقت الحاضر تنتظر حتى يأتي سعة في الوقت وتحج. أحسن الله إليكم. هذا السائل موسى أحمد يقول يا شيخ، معنا واحد يصلي في المسجد في السوق وقد ادعى بأن الصلاة بمكبرات الصوت بدعة، حيث يقول بأنه سمع هذه الفتوى. هذا الكلام هو البدعة. مكبر الصوت من نعم الله عز وجل، لأنه يبلغ صوت الإمام ويبلغ القراءة، ففيه منفعة، فليس هو بدعة، هو مما أباح الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل لفضيلة الشيخ، بعت سيارتي على شخص واشترطت عليه أن أستعملها 3 أيام قبل أن يستلمها، فهل هذا الشرط صحيح؟ نعم. يقول بعت سيارتي على شخص، باع سيارته على شخص واشترط عليه أن يستعملها 3 أيام، فهل هذا الشرط صحيح؟ يعني البائع استثنى استعمالها 3 أيام؟ نعم الله يحفظك. نعم؟ نعم نعم، لا بأس بذلك. المسلمون على شروطهم. وجابر رضي الله عنه باع جمله على الرسول صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. سمى شخص ولده بصالح، فقال له آخر اللهم اجعله كنبي الله صالح، ما حكم هذا الدعاء؟ هل هو من الاعتداء في الدعاء؟ نعم، الذي يدعو الله أن يجعله مثل نبي من الأنبياء هذا اعتداء في الدعاء، لكن أن يقول اللهم اجعلني من أتباع الأنبياء هذا طيب، أما أن يتمنى منزلة النبي أو يدعو الله بمنزلة النبي فهذا لا يجوز، وهو من الاعتداء في الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لي يقول الأضحية هل هي واجبة كل سنة وهل تسقط عن الحاج؟ الأضحية ليست واجبة أصلا، لو لم يضحي فلا حرج عليه، لكن هي مستحبة ومتأكدة، شعيرة متأكدة لمن يقدر عليها، وإلا فهي ليست واجبة عند جمهور أهل العلم. نعم. يقول السائل شيخ، مريض يصلي مستلقيا ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، وأريد أن أصلي به إماما، كيف تكون مصافتي له؟ على حسب حاله، يصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة، إذا كان يعجز عن استقبال القبلة يسقط عنه ذلك وتجزيه صلاته، ولا مانع أن تصلي أنت إلى القبلة وهو يصلي معك على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الحمد لله. نأخذ اتصالات الإخوة والأخوات. أبو محمد من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام تفضل. عليكم السلام تفضل. اقصر التلفزيون شوي الله يعافيك، اقصر التلفزيون. نعم تفضل تفضل ابو محمد. السلام عليك يا شيخ.
أنا وعليكم السلام. يا أخي اكسر التلفزيون الله يعافيك شوي، اكسر التلفزيون. يا شيخ أنا من أنا حجيت. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا وصل الحاج يوم 9 ولم يصل مثلا إلا بحدود المغرب، هل يكون أدرك الحج يوم عرفة؟ نعم، إلى الفجر، إلى فجر ليلة العيد. إذا وقف بعرفة قبل فجر ليلة العيد فقد أدرك الحج وأدرك الوقوف والحمد لله. تفضل يا هذال. هذال، السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بالخير. عليكم السلام، تفضل. الله يوفقكم إن شاء الله. عندي سؤال. حياكم الله، تفضل. سؤال بالنسبة لقروض البنك. نعم. الأهلي. نعم. البنك الأهلي متعاقد مع شركة أرز، وعندها إذا جيت أطلب القرض يحولوني على الشركة بعد ما أخذ الكمية، والشركة تطرح لي خيارين، يا بيع يا استلام الكمية، فأنا أريد تفصيل هل هي حلال أو حرام. مع العلم أن إجراءاتهم كلها صورية، شكل صورة يعني على الورق. طيب شكرا يا أخي. إذا كان البنك أو غير البنك عنده السلعة التي تريدها وتشتريها منه عنده في حيازته عنده تشري منه، أما إذا كان يحولك على أموال الناس وعمله صوري كما ذكرت فهذا لا يجوز. نعم. طيب خالد من الرياض، تفضل يا خالد. ألو. نعم. أنا أم خالد. أم خالد؟ أيوة. تفضلي. طيب لعل مرة ثانية تتصل مخال. الدعاء بالاستفتاح لصلاة الليل يا شيخ، هل يقال في الركعتين الخفيفتين أو بداية قيام الليل؟ نعم، كل تسليمة لها استفتاح يا أخي، الركعتين الخفيفتين والقيام، كل ركعة كل ما يشرع في تسليمة فإنه يأتي بالاستفتاح. نعم. يقول يا شيخ، أعطيت شخصا مبلغا من المال وقلت له إذا أتيت بالسلعة الفلانية فسأشتريها منك، فهل يصح فعلي هذا؟ هذا وعد، هذا وعد وليس بملزم، إن شئت تشتريها وإن شئت لا تشتريها. نعم. يا شيخ يقول إذا وكلت شخص، ونحن نتحدث عن الحج، وكلت شخص من أهل مكة أن يحج عني، فهل يصح أن يحج عني متمتع؟ لكن يحرم بالعمرة من الحل، ما يحرم بالعمرة من مكة. العمرة التي يتمتع بها إلى الحج يحرم بها من خارج حدود الحرم. نعم. له فقرة أخرى حول هذا السؤال، يقول الشيخ بالنسبة إذا مات الوكيل في أثناء النسك فهل يبعث يوم القيامة ملبيا؟ إذا مات قبل الإحرام لم يدخل في الحج أو العمرة، أما إذا مات بعد ما تلبس في النسك فإن كان أدى بعض المناسك فإنه يموت بنسكه ويبعث يوم القيامة ملبيا، كما في حديث الذي وقصته راحلته وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه وجنبوه الطيب، لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. قبل أن أخذ اتصال الأخ جديع، كانت معنا الأم خالد، انقطع الاتصال بيننا وبينها، معنا أم خالد أو انقطع الاتصال؟ طيب انقطع. طيب تفضل يا أخي جديع، تفضل يا أخي جديع. جديع تفضل. هل فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين المحدثات في الدين وبين البدع في الدين، وأيهما أكثر وقوعا في هذا الزمن؟
المحدثات في الدين هي البدع، لا فرق بينهما، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. سميت بدعة أو سميت محدثة كلها بمعنى واحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ في الآية الكريمة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لماذا خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع الملة، ملة إبراهيم عليه السلام، مع أن كل الأنبياء قبل إبراهيم وبعده على هذه العقيدة؟ نعم، لأن إبراهيم عليه السلام بعث الأنبياء كلهم من ذريته، ومحمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكلهم من ذريته، واتباع ملته في التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولهذا قال حنيفا، وقال ولم يكن من المشركين، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد والتارك للشرك. نعم. طيب، نعود إلى الأخ المتصل جديع. تفضل جديع. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير. عليكم السلام. تفضل سؤال. يا شيخ، حياك الله. كان طعمك جيت صلاة المغرب طايتتني ركعة، وقام الإمام وجاب له ركعة رابعة سهو، والمامومين ما قالوا شيء سبحان الله، هل تجبر لي الركعة الثالثة، تجبر لي زيادتهم ولا لا؟ إذا كنت علمت أنها زائدة فلا تعتد بها، إذا علمت أنها زائدة فلا تعتد بها ولا تجبر صلاتك. نعم، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، الأخت أم مرام تقول: بالنسبة للمرأة إذا جاءها الحيض وهي في الحج في منى، هل تواصل بقية المناسك؟ نعم، المرأة إذا أحرمت بالحج أو بالعمرة فإنها تبقى على إحرامها وهي حائض، وتفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى والتقصير، فتفعل المناسك إلا الطواف، فإنها تؤجله إلى أن تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. طيب، نأخذ اتصال الأخ سلطان من جدة. تفضل يا سلطان، مختصر السؤال. تفضل. السلام عليكم. كيف الحال يا شيخ صالح؟ وعليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي بس القولون في اضطراب، لما نتوضأ ينتقض وضوئي في حالة الصلاة، هل أتوضأ مرة واحدة أم عدة مرات؟ والله يا أخي، إذا كان أنه تيقنت انتقاض الوضوء فلا بد من إعادة الوضوء، وأما إذا كان هذا هاجسا أو وسواسا فلا تلتفت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف، لما شكى إليه أو سأله سائل عما يجده الإنسان في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. طيب، فضيلة الشيخ، وصلتنا رسالة من الأخت أم عبد الله تقول: بالنسبة للمرأة التي لم تحج وقد بلغت 50 وجاءتها فرصة للحج مع محارمها وهي معتدة، توفي زوجها قبل الحج، فهل تقوم بهذه الفريضة؟ لا، ما دامت معتدة تبقى في بيت الزوجية حتى تكمل العدة وتؤجل الحج إلى وقت آخر إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. إذا كتب لفظ الجلالة بغير العربية فهل يكون لها من الاحترام كما لو كتب بالعربية؟
لفظ الجلالة لا يكتب بغير العربية مهما أمكن ذلك، وإذا فهم معناها فلها احترامها بأي لغة. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء، رفع الله ذكركم في الدارين وجزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي جمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع فضيلته في نفس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.